جددت ميليشيات الحوثي هجماتها على محافظة مأرب اليمنية مطلقة عدة صواريخ، فقد أطلقت الميليشيات 3 صواريخ في ساعة مستهدفة المدينة، سقط أحداها في المطار. أتى هذا الهجوم اليوم بعد أن حققت قوات الجيش والمقاومة خلال الأيام الماضية تقدما كبيرا في المحافظة الاستراتيجية، مكبدة الميليشيات خسائر كبيرة. مع سيطرة أجواء تشاؤمية على المفاوضات النووية، اعتبر مسؤول إيراني في وزارة الخارجية أن بلاده لا تستطيع في الوقت الحالي الكشف عن مطالبها، وقال رسول موسوي مساعد وزير الخارجية: مشكلتنا في الوفد المفاوض بفيينا أننا لا نستطيع حاليا الإفصاح عما نريده، لأن الآخرين سيكشفون حينها نوايانا، في إشارة ربما إلى احتمال اتخاذ الغرب خطوات مضادة.